الأهلاء فاضل تحيتنا متجددة بتجدد انطلاقاتنا لينطلق شوطنا الثاني عشر والذي يحمل تحديات الأفكار. نتمنى التوفيق دائما لجميع المشاركين. أبدأ مباشرة إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط لأتابع المقدمة والصدارة هناك بحضوري واندفاعتي وانطلاقتي. شفة بن هجن إنتاج أم الزبار يضمرها سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري بينما المركز الثاني هذه القادمة. هناك مع انطلاقة الحذرة القادمة بشعار هجن الرياسة يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي بينما انتقل بالمركز الثالث لسميحة من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت بينما المركز الرابع وصلت هنا بروق من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري بينما المركز الخامس تحركت في الغزيل من هجن انتاج ام الزبار وعلي بن سالم بن متعب الصعاق يأتي بالتضمير والتدريب هنا في هذه المنافسة والتحديات بينما سادسا وصلت هنا وصلت زعفرانة من هجن الرياسة يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يأتي من خلال هذه الانطلاقة بينما المركز السابع اللبس اللبسة اللبسة تتقدم في هذه اللحظات يقدمها شعار سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى بقيادة علي بن خليفة بن سعيد بن عنتر الغفرية هنا في هذا التحدي قادمة من ميدان اللبسة من إمارة أم الغيوين هنا في هذا المعترك في هذه المنافسة الجميلة الرياسة تتدخل هنا بشعارها الكبير هنا في هذا الأداء المميز من عزايم من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بينما المركز الثامن وصلت هنا توافيق من هجن الشحانية محمد بن خالد العطية يصل في هذه اللحظات تاسع المراكز الشاهنية من هجن العاصفة غياث الهلالية بينما المركز العاشر هنا يتدخل شعار هجن الرياسة يقدم لنا جميلة بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري ياهو شوط ياهو صراع ياهو نزاع ياهي قوة وإثارة تجمع ما بين هذه الأسماء تجمع ما بين هذه الشعارات وتبدأ المعركة من جديد تبدأ المعركة هنا في سن اللقاية في تحديات الأسماء الجميلة والشعارات المميزة هنا على أرضية الميدان لكني بعود إلى المركز الأول إلى الاندفاع الأول ما بين شعار انتاج هجن أم الزبار وما بين أيضا شعار هجن الرياسة اللحظات المثيرة اللحظات الكبيرة اللحظات المرعبة اللحظات المتعبة هنا في هذا الشوط بدأ الكل ولكن وين الصدارة مع شفة من هجن انتاج ام الزبار يقدمها بالتضمير سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم يطير الى المركز الاول يقرد خارج السرب يحضر هنا بهذا الحضور الجميل هنا في هذه اللحظات المميزة هنا مع هذه الاندفاع المميزة هنا في هذه الانطلاق المميزة هنا بهذا التضمير سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري يتقدم برفقة انتاج هجن ام الزبار المركز الثاني مع توافيق من هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية المركز الثالث سميحة وللسميحة من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل وصلت الرياسة وصل هنا الحذرة الحذرة تصل بشعار هجن الرياسة يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي
الدولي. بدأت المعركة، بدأ الكل هنا طلايع 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 من هجن الرياسة، يضمرهم محمد بن عتيج بن زيتون المهيري من الجانب الآخر يتدخل شعار هجن الشحانية، يقدم لنا اندفاعاتي وانطلاقاتي. خزامة من هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، الله 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 الله، هنا مع الإبداع، هنا توافيك على الصدارة والطلايع في المركز الثاني. والسميحة السميحة السميحة وصلت من هجن الشحانية مع جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، هناك مع هنا هنا اسحامية اسحامية، هنا تتجاوز تندفع تنطلق تتميز تتألق بشعار هجن الشحانية. والبرنس البرنس البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل مع اسحامية مع اسحامية، والنقطة التاسعة في قبضة بن عقيل، والعاشرة لدى هجن الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. المركز الثاني وصلت طلايع من هجن الرياسة، ثالثا هناك خزام من هجن الشحانية، رابعا حضور الحذرة من هجن الرياسة، خامسا مع توافيق من هجن الشحانية. إذا متابعين الكرام، اسحامية هي البطلة المتوجة المتألقة من هجن الشحانية، تهانينا لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل البرنس، من تفوق بالنقطة التاسعة بتوقيت زمنية مقداره 7 دقائق 26 ثانية وستة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. أما المركز الثاني فكان طلايع من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري 7 دقائق 27 ثانية جزئين من الثانية، تهانينا والناموس. أما المركز الثالث كانت حاضرة هي خزامة من هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، والتوقيت الزمني 7 دقائق 27 ثانية 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين، انطلاقاتنا متواصلة، تحدياتنا